أعزائي طلبة الصف الرابع العلمي والأدبي، أهلا وسهلا بكم في تكملة يونت 1 لسن 1 في كتاب الطالب الملون. مثل ما تلاحظون هنا عندنا بعد أن استمعنا إلى التسجيل الصوتي اللي موجود في page 6، هنا نتحول إلى page 7. يقول look at some things the people said، انظر إلى هذه الأشياء، بعض من هذه الأشياء التي قالها الناس، يعني المقصودين اللي بالصور في صفحة 6. Match them to the pictures on page 6، وطابقها مع الصور في صفحة 6. طبعا هذه الجمل هنا الموجودة سيب present simple. Present simple احنا بعدنا ما درسنا، القواعد موجودة في نهاية الكتاب هسه راح نروح عليها، ولكن احنا سبق وان مر علينا present simple في الصف الثالث المتوسط. present simple في الجمل المثبتة، هاي كلها جمل مثبتة، نستخدم فعل مجرد من الإضافات، خاصة إذا كان عندنا الفاعل I. فهنا جاي تلقون كل الجمل بها أفعال مجردة خالية من الإضافات. Sometimes هذا ظرف تكرار معناه بعض الأحيان. يقول Sometimes I write to New Year's on cards and test. Sometimes I write فعل مجرد. New Year's أكتب بعض الأحيان كلمات جديدة on cards على البطاقات. And test my friends. تيست ما هذا فعل مجرد، اختبر اصدقائي، يعني my friend test me. مثل ما تلاحظون هنا في الصورة رقم 6 ما جاي تكتب الكلمات على البطاقات وتختبر اصدقائها وصديقاتها، فهذا يتعلق بال page number 5. page number 5 هذا page number 5، هذه البطاقة اللي تمسك بها. ارجع نكمل بي، اذا number 5 تاخذ اي. I practice writing every day. I practice writing every day. فعل practice أتمرن، فعل مجرد لوجود الآي والجملة present simple. هنا هذا ال picture number one، جاي تلاحظون هذا الشخص يمارس الكتابة ويتمرن على الكتابة. I practice my writing every day. C إذا B تكون ويا picture أو picture number one تأخذ B. See, I usually look up. Look up يعني أبحث عن الكلمات. No words in a dictionary. كلمات جديدة في قاموس. And write them in a notebook. Look up فعل مجرد و write فعل مجرد. هاي كلها present simple. ظرف التكرار usually يستخدم بال present simple عادة. فهنا عندنا كما تلاحظون في page 6 picture number 3. هذا عندنا dictionary. Bilingual dictionary. يبحث في عن معاني الكلمات. اذا البيكتشر 3 تتناسب ويا الجمله سي. دي I write what I have learned in my learning diary after every class. اكتب ما تعلمته في مثل ما قلنا مذكره التعلم او المفكره اللي نحفظ فيها المعلومات الجديدة والملاحظات والكلمات. فتقول I write، أنا أكتب فعل مجرد. What I have learned، هذا الزمن present perfect simple، بعدين نأخذه. In my learning diary، في مذكرة أو مفكرة التعلم. After every class، بعد كل درس. هذا هنا جاي تلاحظون في picture 6، هذا هنا بيدها، هذا جاي تلاحظوها learning diary أو مفكرة التعلم اللي تكتب بها الملاحظات. ف 6 تتناسب ويا ال D. Yes. I go to the self-access center. أنا أذهب فعل مجرد وجود ال I وجملة present simple. I go to the self-access center and practice saying وأمارس قول أو التحدث بالكلمات the words with SED. كما تلاحظون هذا picture number 2 اللي هذا بها السيلف اكسس سنتر المذكور هنا، مركز الوصول الذاتي او التلقائي، الحصول على المعلومات، مركز الحصول للمعلومات بالاعتماد على المجهود الشخصي. و practice saying the words، اتمرن على لفظ او قول الكلمات مع قرص سيدي. اذا ال picture 2 تاخذ ال E. If I go to the cafe with my friends and we speak only English for 2 hours, I go أذهب إلى الكافيتيريا أو المطعم أو المقهى with my friends and we speak only English for 2 hours وأتحدث الإنجليزية فقط لمدة ساعتين.
شفنا هذا البيكتشر نمبر 4 اللي كما سمعنا بالليسنينج هي راح تقوم بهاي الأشياء. نجي الآن في هذا المستطيل اللي بيه الملاحظات القواعدية. يقول the present simple طبعا الموضوع grammar and functions reference page 92، يعني إذا تريد تراجع الشرح اللي يخص the present simple تلقاه في صفحة 92. هسه نروح له. نعم نعطينا أمثلة وتلاحظون أكو كلمات باللون الأحمر. walk هذا فعل مجرد بلا s، uses فعل مضاف له s، وعندنا is و are، وعندنا هنا جملة منفية don't speak فعليا باللون الأحمر، وهنا عندنا isn't أيضا جملة منفية. ما شنو يشير هذا؟ يشير ان لاحظ الى انه جمل اللي تستخدم بها is و are بالpresent simple طبعا ممكن ان نستخدم is او are، is للمفرد و are للجمع، وممكن ان نستخدم افعال غير ال is وال are مثل walk او مثل uses. اذا استخدمنا ال is وال are ما نحتاج نضيف للفعل s لان هي ال is تنتهي ب s، وال are طبعا هاي الاس يسموها اس الشخص الثالث تجي ويا اذا كان الاسم مفردا، مثل هنا the capital of Iraq عاصمة العراق هاي مفرد، تاخذ از بغداد هي بغداد. فهاي جملة تنقل لنا حالة، اذا تريد تنطينا فد معلومة تقول لنا عاصمة العراق هي بغداد. الجملة الاخرى bilingual dictionaries القواميس ثنائية اللغة are، هنا لان عندنا جمع dictionaries قواميس، are very useful for learning languages مفيدة لتعلم اللغات. هاي لما نتحدث عن الحالة نستخدم is أو are في the present simple، أما إذا كنا نتحدث عن حركة عمل معين فراح نستخدم فعل آخر، والفعل راح يكون إلى حالتين، ممكن يكون مجرد طبعا حسب الفاعل، إذا كان لم يكن الفاعل شخص ثالث، شخص ثالث يعني he و she و it أو اسم مفرد. بهالحالة إذا ما كان الفاعل شخص ثالث راح نخلي فعل مجرد I walk to school every day أذهب أو أمشي إلى المدرسة كل يوم. بينما هنا جملة my sister uses ضفنا لليوز يستخدم اس الشخص الثالث، لأن الفاعل my sister اسم مفرد. ف my sister uses a computer to do her homework، تستخدم أختي حاسوبا لتؤدي عملها البيتي أو واجبها البيتي. هاي خلصنا، يعني الجمل اللي بها تتحدث عن الحالة نستخدم is للمفرد و are للجمع، والجمل اللي تتحدث عن الاكشن او الحركة راح نستخدم فيها اما فعلا مجردا او فعلا ينتهي بس حسب الفاعل، اذا الفاعل مفرد راح ياخذ الفعل اس. هذا بالجمل المثبتة. الجمل المنفية الجماعة الاي واليو والوي والذي اللي بالمثبت تاخذ فعل مجرد، بالنفي تاخذ don't زائدا الفعل مجردا. don't speak I don't speak Japanese أنا لا أتحدث الياباني. طبعا إذا بدلنا الآي بفاعل من فواعل الشخص الثالث مثل الهي والشي والإت راح نستخدم doesn't أو اسم مفرد، نستخدم doesn't زائدا فعل مجرد. هاي بالنفي بالنسبة للأفعال الحركية. أما النفي للجمل اللي هي تعبر عن الحالة يعني أساسا بها is أو are، فنفيها يكون ببساطة بمجرد إضافة not للفعل is أو are فنحصل على النفي. The self access center isn't open on Sundays، يعني مركز الوصول أو الحصول على المعلومات الذاتي أو التلقائي ليس يعني لا يكون فاتحا أبوابه في أيام الأحد. بهذا ينتهي هذا الدرس، شكرا وإلى اللقاء.